بس اللي افهمه منك سمو الامير الان بانه انت توجه رساله الان الى رئيس النادي الاستاذ عبد الله مؤمنه وتقول له ترى جهاز كره القدم هذا جهازي انا وانا من سيتصرف فيه. وارجعوا لي. شوف الجهاز طبعا شوف انا قلت لك الاخ عبد الله ترى مختلف اختلاف كلي يعني الاخ عبد الله انا وياه متفاهمين على كل شيء فهمتني؟ نعم. ورأينا واحد ويظل هو رئيس النادي فهمتني؟ صحيح. ما حتاخذ خطوه الا بالمشاوره معه طبعا في مصلحه النادي. عندكم مشاكل ماليه سمو الامير مع اللاعبين؟ والله انا تفاجأت طبعا من المؤشر كان يقول انه عنده راتب متاخر حتى سعيد المولد على حسب ما فهمت. واعتقد بعض اللاعبين عندهم متاخرات لكن ان شاء الله هذه بسيطه ان شاء الله بتنحل ما عندي مشكله ان شاء الله. نعم. بتنحل. سلمان المؤشر لسه ترى ما حد يعني ما فوضتوه صح؟ والله ما فوضنا الى الان طبعا. سلمان انا من وجهه نظري الشخصيه انه المباراتين الاخيره ادى جهد طيب يعني يعني ما نقول ممتاز بس يعني وسط احسن من الاول ونتمنى منه المزيد طبعا على حسب مستواه. اذا والله حسن مستواه وكان المستوى اللي احنا ننشد منه ليش ما نجدد له هو ابن النادي. ودك سلمان المؤشر يستمر سمو الامير؟ انا قلت لك انا اذا حسن مستواه للافضل والله ليش يروح عنا؟ نبيه يعني هو ابننا وليش نستغنى عنه؟ ما نستغنى عنه. هو انت عارف انه دخل الست شهور الان. اي عارف انا بس انا قلت لك انا سلمان اذا حسن مستواه وانا اقول لو تكلمت معه انا بتكلم معه طبعا فهمتني؟ ان شاء الله اليومين الجايه حيكون لي حديث معه فبشوف طبعا هل هو يرغب ولا ما يرغب بعد ما ندري. نعم. فهمت قصدي؟ نعم. طيب لكن تعتمد على تحسن مستواه صراحه. طيب سمو الامير اذا تسمح لنا زميلنا حسين الشريف يبغى يسالك سؤال اذا تكرمت. تفضل. مساء الخير سمو الامير. الله يمسيك بالنور حياك الله. اولا شاكر لك يعني سعد صدرك. الامر الاخر ندرك ونثمن حبك وعشقك للنادي الاهلي. لكن وجهه نظري ان ارى في تصريحات سموك يعني جزء من مسؤوليه ما يحدث للنادي الاهلي بسبب طيب. هذه التصريحات. اعتدنا من الرجال الكبار امثالكم ان تحل المشاكل للانديه داخل الغرف المغلقه. لكن السياسه الاعلاميه لسموكم متخذه مع النادي الاهلي ومحاوله وضع المسؤوليات على اطراف اخرى بامكان انت سمو الامير تحتويها واتخاذ وسيله الخطاب الاعلامي اعتقد ان هذا امر ربما يؤثر كثيرا على النادي الاهلي سواء على منافساته المحليه او حتى على مستوى التركيبه الاهلاويه. قرص اذا انت ما انت مقتنع فيه اقيله. فالمساله ربما تكون بسيطه. لا معليش اسمح لي انا معاك في الكلام اللي قلته لكن في نقطه مهمه حاولت انا بجميع الطرق انه نعدل البدارات ونتكلمنا في الغرف المغلقه والى اخره والنتيجة واحدة. فأنا يعني شوف أنا رجل صريح ما عندي ترى اللف والدوران أنا أعطيها بالوجه فهمتني؟ اللي ما هو ماشي صحيح يجب أن يعرف جمهور الأهلي. في أمور تخفى على جمهور الأهلي ما حخفيها يجب أن يعرف جمهور الأهلي كل شيء يصير في النادي الأهلي. ما أنه أقعد والله وانت تخفي وانت صدامي. اي نعم انا صدامي لكن صدامي بالحق وصدامي لما اشوف الغلط غلط اقول المخطئ انت مخطئ ولما اشوف الصح اقول له انت اجد. بس سمو الامير في بعض الاحيان في اشياء تحتاج مجاملات يعني اليوم حتى في عفوا حتى في بيتك اذا جيت تزعل على احد من ابنائك في الشغلات لازم يكون فيها مجامله شويه. الاهلاويين يرون بانه مشاكل الاهلي الان سببها الخروج داخل خارج النادي، هم يعتقدون كذا. لا هذا لا شوف اعرفهم انا الاجندات القديمه نعرفهم احنا ونعرف اهدافهم ونعرف وش اللي ذا. انا يا حبيبي ما هي مساله صدام، انا رجل جيت عشان اخدم الكيان. اقول للمحسن احسنت واقول للمسيء اسأت، اما اني اسكت عن الخطا اشوف الخطا
واحاول ورا الغرف ورا المستشفى ومن تحت الستار وما ادري نصلح، طيب ما صلح الوضع. نعم. الان انا اللي في وجه الجمهور، الان الجمهور حيقول انا السبب. لا يعني انا اخذت عهد على نفسي انه النادي امانه ولن اخفي على جمهور الاهلي شيء. يعني انا اقول لك شيء يا اخي، ادخل على تويتر ولا ادخل على المواقع الالكترونيه شوف جمهور الاهلي، هو اللي قاعد يحلل، هو اللي قاعد يطالب بقالة هؤلاء الناس، ويعني يعني اخطاء لا يسكت عليها. وبالنسبه للمدرب انا جبته بحضور الامير نواف بن عبد العزيز التركي، تكلمنا معاه ووعدنا انه يغير قناعاته، بس الاشياء اللي قاعده تحصل الان ما يحتاج انه انا اخفيها ولا اداء الجمهور شايفها يا اخي، ادخل على تويتر الان بس شوف ايش قاعد يكتب الجمهور عن دروس وعن اخطائه الفادحه. طيب انتوا فوضتوا سمو الامير كاريلي المدرب البرازيلي؟ والله شوف انا فاوضت، احنا قاعدين نفاوض مدربين كبار جدا فهمتني، ولكن ما حنقول اسمائهم طبعا حفاظا على المنافسه، لكن ان شاء الله بحول الله وقوته يعني ان شاء الله بس ان نتوفق في احد المدربين الكبار هذول ان شاء الله. يعني جروس تقريبا خلاص، يعني مباراه مبارتين ماشي. والله للحين احنا شوف انا بنتفاهم معاه على امور كثيره، يعني ما هو فهمتني، والوضع المشكله انه وضعنا حساس الان فهمتني، والرجل يعني الاشياء اللي قاعده تحصل الحين التخبص في التشكيله والتخبص في يعني صراحه ماني لاقي لها تفسير انا يعني.